دائما مع الرحلات والخرجات، خرجة أخرى ورحلة أخرى مع الأحباب والأصدقاء. نقطة تجمع لهذه الرحلة هي عين شقف في اتجاه عين بطيط. إذا الإخوان كل شيء وصل في الوقت السي شعيب التحق بالمجموعة، سي إلياس كذلك ملتحق الجديد بالمجموعة إن شاء الله، سي محسن ما تخممش الله يحفظك، صباحكم مبروك، سي بدر صباح الجميع وفي الجديد السياسيين ما تخممش، وسيونس بطل ما تخممش، راه درنا له الكونترول سي وسعبدو في الطريق التحق بالمجموعة. لا لا صافي، لا فيزيت تكنيك لا ما نسيبها نقلب الوقت، ما كانت لا فيزيت ما قدام ما كاين شيء، مازال واحد الفردات السبردي راه حسبت له، جبت معايا جبت لي شفا لي شفا لي شفا لي شفا داخل خليه يلاه خليكم معنا. ما تخممش ما تخممش سي عبدو، سير على الله على تيس نيشان ديال شي خرجه. صباح الخير الله يحفظك، يلاه الشباب بخير، التحق سي عبدو كذلك ونديروا انطلاقه ان شاء الله. ما تخممش في الصحه سي عبدو، داك الشيء زوين تبارك الله الله يحفظك. اذا انطلاقه ديال الخرجه ان شاء الله باذن الله، الله يوفقنا بخير وعلى خير. هذا الصباح يوم الاحد 19 ياك 19 ماي في اتجاه عين طيط، رفقه الاصدقاء سي عبدو تحياتي سي رشيد دائما حاضرين دائما ما تخممش. تحياتي سي رشيد احفظك خي محسن، سي رشيد المجموعه كبرت شرفونا، حضروا معنا في عين الشقف هذا النهار. هذا ناقصني واحد الياس ياسير ياسين، دابا عندنا ياسير وياسين السياسي وياه سياسين سي شعيب ما تخممش، سي يونس تحياتي غالية، ديما تيرفع ما تخممش، سي محسن الراس الكوكابة انت هو الراس الكوكابة، لا ما كاين لا هي مؤقتة، هاكا تحسد لنا الرسم هو هذاك سي عبدو ما تخممش الله يحفظك ما تخممش. توافد المجموعة سي محسن سي يونس شعيب ياس الياس ياك الله يحفظك سي عبدو ما تخممش. في انتظار الكوكبة الثانية في الطريق ما تخممش، سير الله اسمك الله سي بدر ما تخممش يا سير سير الله. سي الياس ما تخممش سي ياسين حفظك الله الله ينورك سي ياسير هذا الشبل ديال المجموعه ياك هذا هو البطل ديالنا هو الشيخ المجموعه هو هذا هو انا الشيخ الشيخ المجموعه هو مولاي رشيد سي بدر تحياتي عبدو سي عبدو نائب الشيخ سي محسن ما تخممش هذا ديال المجموعه الكاتب العام سي شعيب ما تخممش الله يحفظك سي يونس يلا اخوان تحركوا ياك سير سير سي يونس سير ما تخممش بسم الله يلا ما تخممش ما تخممش سير على الله سير سي محسن اكون النهار كله ديالنا ما تخممش انت دير التيست هذا سي بدر الله يحفظك يا سير الياس
التوقف من اجل اعتناء بعض المواد الغذائيه ياك سي يونس. هذا هو اخر نقطه. لا لا سي بدر ياك توقف من اجل اقتناء بعض المواد الغذائيه ياك ما تخممش. الله يحفظك اخي بدر ما تخممش. افرحنا دابا تحيه البيطاليه عنشقه قادي هكذاك. اسمحوا لي انا راه انا كتخوني شويه الذاكره اسمحوا لي. بحال ديال المهايا فين راحنا اسمحوا لي راحنا الله يما حنا على تفطره احنا كنفطروا ياك اخي محسن. فين راحنا اخي محسن فين احنا موجودين حنا في عنشقه قادي عنشقه قادي والله اخي الله يسمحوا لي بالله سبحان الله سبحان الله ما تخممش لقينا راسنا الله يحفظك عنشقه اخوان ما تخممش انت شدوا الطريق ياك ان شاء الله يلا اون روت دوزيام ميطون عين شقاك رشيد ركز معنا مشكلة هذه اخي محسن عين شقاك عين شقاك وما ذاك الله يحفظك اخي محسن ما تخممش فيلاج ديال عين شقف عين شقاك ما تخممش ما تخممش. اسمك الله على خي سفيان. اخ سفيان. الشفاء العاجل. الشفاء. خويا ماشي صاحبي خي سفيان. الشفاء العاجل ان شاء الله. والعوده الى الميادين. استراحة محارب. باذن الله. الله يشافيك اخي سفيان. امين. عودة محسن الى راس الكوكبة. ما تخممش. أمحاول عين النار. ما تخممش لوكوموتيف جيت ديال الجروب هاد السي محسن وياه طريق مكناس سبت الحناش طريق الحاج بازرو يا سلام هذه الرائحة الدراجة صديقتي مؤنساتي يا سلام ديما العز ما تخممش سي عبدو الله يحفظك يلا سي بدر سي رشيد غزال سي شعيب ياسين يونس الياس ياسير اياه بعد اجتياز مرتفع عمودي بعدما مررنا بفيلاج ايتولال الان غادي ان شاء الله غندخلو الطريق ديال عين بطيط نخرجو فواحد لابيست باش نمشيو للمكان لا ماشي هادي لا ماشي هادي لا ماشي هادي الرجل اتباعا الواحدة تلو الآخر وأنا آخر في اتجاه شنو؟ عين في اتجاه هاي البلاك عين طير عين البطاطا عين البطاطا كيلومتر واحد كيلو ونص تقريبا هناك شنو ديك المرة؟ أما الفوق ها؟ من الفوق من الفوق سنصل إلى روما يا هادي حنا غاديين دابا هنا ها؟ ها؟ لا هي اصلا دخل لها بيستا ماشي شانتي. لا شحال مازال طويل بزاف؟ لا واحد كيلومتر الان خرجنا من
الطريق الوطنية المؤدية إلى أزرو والحاجب، طريق لي بيستا إلى عين بطيط. صفرت دابا وتشوف كي غيعود. احنا جينا لا تقولوا جينا. اش كاين؟ اش كاين؟ اش كاين؟ مالك سامي شي حاجه؟ اش كاين؟ اش كاين؟ ما تخافش ما تخافش. أنا باش شويه. البروتوكول شباب تحياتي. شنو خاي شنو خاي محسن؟ علق علق اخي محسن. هذا راه عيق عينات السيد هذا راه كيبقى يستهزئ لنا في البيكالات ديالنا. هو عنده اربع بيكالات ديما كروفي ديما. هذا دابا هذه بحال شي شارفه مسكينه غاديه وكتطيح كتعكر غير بوحدها. وصلنا الى عين المكان عين بطيط. هذه لا سوس يا سلام. يعني كيشربوا من تما. يا سلام شوف الماء تبارك الله بحال الدهب. مرايا تبارك الله الماء ما شاء الله يا سلام. هذه عين بطيط لا سورس ديال العين ديال الاخر. نشوف نكتشفوا هاد. يا سلام نقطعوا جهه اخرى باش نبعدوا على الناس. انا سيدي. يا سلام شو الماء سبحانك يا عظيم. تبارك الله. لا ملهى نبعدوا على. يا سلام ما عمرك جيت هاسي شعيب. كدوز الطريق. ممنوع السباحة يا شيا حيت كيسخيو من الناس هنا. اوكي خايفين عليك قالت لي ياك. انا خايف عليك نحسو مع الرجلين ورا ما مأمنش. مأمنش احنا سيدي دابا هذا هو المطبخ ديال الرحله. هو هذا الحمام نضعوا رحالنا كنحطوا الرحال باش انستاليفو انستاليفو غنسالو نسالو الماكله. واش جبت الكيسه ولا ما جبتش الكيسه؟ جبنا الكيسه سياسي في كاس ماشي مشكله. علاش هو باش هضر مشكله؟ لا مشكله خياتي كاين كاس خياتي ما كليتيش انت صاحبي هنا كنا عاودك ضروري نلقى لك الحل. واحد القرعه كيجيبها كاين الغريف ديالي. هاكا الغرافه خياتي خياتي الله يعطي الكاس ديالك. انت معايا خايف هذا جاب السياف. هذاك راه برما هذاك ماشي كاس كاس عطيه انت البرق كامل. لا سيدي هذاك عطيني انا صوم جوج دراري في هذه اللحظه. انا سي شي بزاف اخي هاكا خويا قلنا بعدا يلا واحد يفرش. انا امي قالت لي كنت تخلق مودي دابا اللي خي شعل. لا ما كاين ما فاش نوصلوا ولا ما وصلناش. وصلنا لا تنوصل
راك توصل توصل. ها المدير ها لقيت. الوالدة تنبأت لي قالت لي عندكم مدير في حياتكم. يا اخي شعيب هكا كبير يا اخي. ربهم قاعد يزيد الصور ليه؟ تحياتي سي ياسر. الله يحفظك اسي. دابا حنا الريحه ديالنا في عين الطير. والله الا خي وجينا مع هذا الفرق ديال هذا الفريق. عالميه والله العظيم الا مغبونين حنا. كاين ولا كاين صح مغبونين عندنا ولا مغبونين. شو هذا الخير هذا كامل حنا العالميه بينا. جلسوا على السطح كنبغي نشوف الدنيا. ارضهم لا تجي كاع هنا احسن. الحمد لله عليها نعمة النعمه اللهم لك. انا خي ياسر. ها البوط هذا طلع لك ديال البوط. هادشي كلشي فعليه اسبريسي كسر. هذا احسن ريشو هو هذا. دابا كندير له بروموسيون كندير له 65 درهم كان كيدير 100 150. هذاك الريشو مخير هذا شاليمو هذا واعد. هذاك وصلوا تا دابا تا سفيان وصل ياك. اه زوين عجبو. ويا البيض شنو داير هنا عندك مهرس؟ صافي كل مشى هذا صافي وين اللي شريتي هذيك اللي ترسات هو قايله البيضه اللي ترسات درت هنا الان. واحد شي حاجه ما كتشقات ماشي ترس. اه قالت مخدات في الطريق وهي تهبط ولات اومليت. اه تجيب لك شي كاخت تجيب لنا الباف كما جبتي الباف. انا خاي ديالي ولا نخوي عاد نشيفن. ها خوي خوي عاد شيفن. ها شيفن ما عاد ما تخوي. الى عيطت لك حتى الجناب الا بغيتي ردوا البيكالات. تحياتي السي فادر. قدام عيننا باش نكونوا قدام عيننا. هذيك خليها تما ديالنا جبنا الماتيريال. صافي كانت راه كامله الماتيريال. خليها هنا. خليها هي الثاني. المهم. ارنا ذاك الماء. شوفوا هذه القرعه. هذه شي. اه كاين على فيديو صافي خليها له فيها ريزا. مقدمه يلا ياسر هذا في صدد اعداد وجبات الفطور اصدقاء والاحباب مرحبا بكم. الى خطينا السي راشد. ما تخممش والله السي راشد تحيه شومبريري. الله يسير الله يحفظك. تحيه ايطاليه ديما ديما مبرعنا السي راشد. الله يحفظك الله يعطيك الخير. شكرا للاخوان. قبل ما نبقى لك شي كروبة شي نهار دابا عندك مشكل وقع لك وقعت لك شي حاجة. اما دابا غيكون شي نهار ماشي هو هذاك لما وقع له شي حاجة. ايوا صاحبي. خويا اعتذر من البيكار. نعاود نخرج. طلعنا شي هو هذاك. الكوزينة كان ها الكوزينة ديالنا ها. انت عندك كل مرة عندك مصطلح. الكوزينة انا كلشي واجد. مرة تعصبتي. الكوزينة مرة تعصبتي. الكوزينة مرة تعصبتي. مرة تعصبتي. الصفارة كلشي على الصفارة. الحكم الحكم المباراة. شتي ليا اصلا مازال ولا تاكلش معانا ناشد. اه حافظ ناشد الوطني ما حافظوش معانا ماشي مغربي. انت تحب ناشد ولا تاكل شويه ديال البلد. راه صغيره صغيره انت كتجي واعر كتنفخ دابا راكم في الوقت. غطي بشي غطي بشي طبسي ولا شي حاجه المهم ها هو يا لا 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 ما يتحرقش طيب شي بيكونش نيء نهرهر الصوار هكا ما طيب البيض مزيان صوره البلسادي قف وقف صوره البلسادي الا قال ناضي صافي دغيا باش اه كتسمع انت يوصل عند السجاده عشان سي محمد كيصورك. شديتي شداتك الكاميرا شدك الفار شدك الفار اخي محسن. دابا عاد صورني الغفله هي الغدر بدا. مرحبا بالمشاهدين. ها هي هذا المشاهدين. ها هي فين هما المشاهدين؟ شوفوا المشاهدين ما مساليينش فين هما المشاهدين. أنا سيدي أنا خي محسن ها
هاتريجنات اش هذا الشيء السي رشيد شي مسيكي عندك هذا الشيء هذاك الشيء امبورتي بيان امبورتي الله العظيم اعطاك الله الصحه هذا الشيء مضبوط مرغن والله الا مضبوط هذه الخضيره ياك وانا سيدي ها باش ما باش طيطه باش ما خفت على الحراره مزيان الكلاصير ها الدجاج القوام معنا تبارك الله عليك القوام قوام سيدي هذا الشيء راه بديع هذا الله العظيم الا ضابط امورك ما عندي ما نسالك ديال الثلج ما شاء الله برافو عليك دابا غندير واحد التفريشه ديال البصله وعاد غندير فوق منها الدجاج بسم الله ودا دابا هادو الطويجنات باش نتغداو ان شاء الله ياك جوج طويجنات نطيبو مع العواد العواد ان شاء الله نحاولوا نديروا العواد وان شاء الله الاخوان راهم هما كيوجدوا لنا الكانون كل في موقعه راهم خدامين على قدم وساق خدامين على راسهم وان شاء الله تكون واحد مبادرات زوينه وخرجه مضبوطه هذه خصنا نعزلوها هنا المرقه لان هذيك غتبقى تفيض تبرد حتى في الترافاي اسقط فيضه ماشي تفيض لا تبرد اللي بغينا 6 شطاجين فري هذيك خليها حتى التالي وهرقها على الراس ديال الطاجين برافو غنغطيها هذيك ضروري ضروري السلامه السلامه ها هادشي كلشي بالقوام ديالو حتى حاجه ما صدفه كلشي مستيكي مستيلي تبارك الله عليك والله الا لا والله عندك هذا على التقسيم راك عارف لا انا اربعه وهنا خمسه ضروري المجموعات راه مختلفين شي غيكون فيها ثلاثة اربعة انا مع الربعة راني دار من ريزيرفي بلايصتي راني موصي موصي المدير الشاف عندي وسيطة تبارك الله على السي رشيد الله العظيم الا كنستافدوا منك بزاف وحنا كنتعلموا كاملين هادشي خرجة على خرجة كنتعلموا منها شي فائدة لا تبارك الله داكشي كيشهي والله لا تبارك الله عليك كيشهي داكشي تبارك الله مع الطبيعة والماء الماء الصافي والإخوان هما كاملين ياك لا غتكون تكون مليحة ما واعر دابا شارب الشرمونة شارب الشرمونة تبارك الله الإخوان إذا كاينة اللمسة النسائية كاينة النسائية هي صافي إذا البنة مضمونة إذا البنة مضمونة صافي حنايا كنستفوا الله يعطيهم تبارك الله عليك الله يعطيهم الخير جزاهم الله عنا كل خير الليلة خطاهم علينا صراحة الوالدين ولا تبارك الله على السي رشيد هز الحمل ديال الطياب وديال الستيكاج ايوا المحيط ديالنا هو تبارك الله الخضورة ايوا الطبيعة والهدوء بكالة تا هما راهم دايرين الروبوز ديالهم واخدين راحتهم هما البكالات احنا كنعلو الله يحفظكم ايوا ما كنقولو غير موجود غير اللي كاين اخوان راهم تا هما خدامين على راسهم كيقطعو في العواد فيها باش قربتي لهم اخي محسن نقرب لهم شويه نقرب نتكمل نتايا التستيفات وكذا بوزيها ورجع عاوتاني بوز اش كتعملوا سيادنا هنايا كتوجدوا الكانون ياك العواد كذا هذه هنا بلاصه فين ديروا الكانون نعاز هكاك هكاك عيط لي هذاك شي مغمر انا سي اخويا وهذا هو مربط الفرس هذا هو مربط الفرس عليه غنى المغني هو الهبره الهبار نعم سيدي تبارك الله تبارك الله اوي 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 الكوتليت هزا خاي الكوتليت تبارك الله الله يقوي الخير هذاك الشيء ناضي تبارك الله هاد الدجاج عاوتاني مرشيش راه الشرموله راه دابا متختخ متختخ تاكل خضره اخي اخي ديالي بريكه كاينه ها هي واعطيك صافي خليك انظر لنا لا مقسمه على جوج مواس الدارنيت لا مزيانه مزيانه لو هادك ديال خمسه زيد في الشطريفات هكا ديال صافي
تبارك الله عليك والله العظيم الى هادشي كيشاهد. جبتينا الجوع دابا فين كضحك انت يا عندك تقول فيا الجوع بلاتي. تبارك الله عليك هادشي كيشاهد تبارك الله. الالوان وشنو الخضر والحمر التنسيق كلشي كاينه الشرموله الريحه الريحه عاطيه تبارك الله. كاينه شي مطيشه الاخوان علاش تقولي ما كايناش؟ كاينه مطيشه لا راه جاب عبدو راه جاب مطيشه هو مكلف بها مزيان عاد يصوب لنا الشليده حتى هو ان شاء الله. لا عطينا غير حبه غير الطاجين حبه وحده حبه وحده. لا تبارك الله شي بديع مازال عاود مطيشه تزيد اللون الاحمر ديالها يا سلام. طاجين وندفعوه يبقبق خيزو كيخصو يكون لتحت اخي اخي ياك باش كي يشرب المرقه لا باش يطيب حيت خصو الوقت اكثر من البطاطا خصو يكون خصو يكون كياخذ يبقبق في المرقه يبقبق مزيان نغطسوه في المرقه. وحنا كنتعلموا فنيات الطبخ مع السي رشيد نستافدوا من التجربه ديالو. راك دوزتي حتى زفريت السي رشيد واخيرا ياك هذا علاش طرفايا ولا ولا تبرحوا يا سيد تبرحوا الحوت عاوتاني كان تما موجود عندهم من تما كيجي المصدر ديالو. تبارك الله عليك والله العظيم الى العيالات وما يعرفوش يديروا هاد هاد التستيفات هادي وهادي راه هاد الشيء راه بديع. دابا هدية هادي هي الهدف ديال الخرجه كامل خص الخاطر في التصافه خي ديالي دار الخاطر والعين قال لك العين كتاكل قبل قبل الكرش فهمتيهم. دابا هكا راه بنادم كياكل كيعرف شنو ياكل تبارك الله ما شاء الله. المنظر عاوتاني دابا غير سلك لهم لي اخي محسن عاوتاني هو ايوا حنا كن هي كنديو نجيبو في الهضره. لا ما كاينش اخي محسن تبارك الله عليكم اخوان شي ناعس ياك لاحظت طلع سي عبدو ماذا انت فاعلون؟ الحطب استعداد للكانون الكانون سيدي باش غادي نصوبو فين طيبو الطويجنا ديالنا هو السياسي تا هو قدام السرابس الطويجنا تا هما وجدو انا سيدي ها هما الطويجنات انا سيدي انا سيدي ها هو السي محسن انا سيدي ها السي محسن ها هو السي محسن ها انا سيدي انا مع التصويره اخي محسن مع التصويره مع صح دابا يطيب شوفي هنا انا سيدي فيديو طلاق خرقب سوات الربع لك صور هنا كم صور انا سيدي بعد الاعداد ديال الطاجين ها هو صوبنا الكانون ها هو كيطيب الطاجين الثاني راه هو درنا له هذه باش ما يفيدش ايوا خليكم معنا نعم وقيل الشلاطه ما تخممش سلام تبارك الله عليا تخمم صافي صلاه عنبي الى القط مليحه ديال المليحه الملحه درتي لها سخوني يا اخوي سخوني تقاس الريحه سخونه بزاف تزربتي قبل النهار الوالده جات تركب واحد البريز يلا كيقرب عشان عند البريز قلت لها باك مسكينه تخلعها تبغي تبغي تكثر قلبها هنا ما عندكم شي دار قال لي بغيتي تقصي لها هذا الشيء الضحك هذاك ما صارش
لا البوطة عاود البوطة فين كتركبها يجي شي واحد يطرف تحت داك النفار جاي انا جاي مشي عليك انا جاي انا حتى اللي كتجي تشوف تبعك ولا هذه البوطة ديالو هذه البوطة البوطة كبيرة با لا تخلعهم بالنص غير كي يمشي ايوا شد شد انا نعانق خويا ما عندكش باللوان ما عندكش باللون الحمر نديروها ارا ندير فيه الملحة ولا ما فيها صافي مالحة زيد يلا الاخوان اجيو تاع الشاب ولا نديك الله مع راسك في راسك عطاك الله الصحة محمود ما والو هذه ما سهلة ايوا ناضي عبدو هل تكون خصاش واحد من حصه حدنا كلمه صغيره خير بدر كلمه صغيره صراحه السياسي الياس السلام عليكم خاو فرحه زاد لا راه عندنا ختام ميسك سعبدو يلا انا السي محسن انا السي حراني كنصور فيك كنصور فيك السي محسن ما تخممش وبخصوص شعيب ويونس صحاب البيتيتي عين بيتيت هذا الواد ديال عين بيتيت الساقية عامرة بالماء تبارك الله خيرات مولانا هنا تبارك الله مر. تبارك الله تبارك الله على الطبيعة كي دايرة يا سلام شو الزرع شو الزرع شو يا سلام حياة عندهم هنا حياة يا خويا واش تبارك الله شوف شو الواد تقريبا واحد 6 كيلومتر درناها في لابيست كلها هابطة فوالا شوف تبارك الله الدرجة شوف القصب هذا القصب ماشي انت القصب تبقى الماء تبارك الله عين طيط كلها ما تبارك الله ما شاء الله اللهم يسير
أفين وصلنا دابا حنا؟ حنا في عيش الشقاق. وصلنا العودة ياك؟ قول لي الابتسامات ديالك على هذا النهار أخي محسن. كي داز هذا؟ شوف البحر لا زوين. البلاصة اللي مشينا لها كي دايرة؟ أوه الجنة تبارك الله. ولا ولا. كاين الطير. كنا كنسمعوا بها ما كنعرفوهاش ولكن ملي عرفناها. والمياه كي دايرة. حاجة غاية تبارك الله والعافية. شي سر. يا سلام. دابا اللي بغى يستجمام ويجيب عائلته والهدوء. رائعة. وتعرفنا على الأصدقاء الجدد اللي مرحبا بهم. الحمد لله داز نهار واعر بكل امتيازات. الحمد لله داز نهار واعر، داز نهار بالضحك وداز زوين، بغا يقولها وضحك عليها. ومحسن ما كينسحبليش هكا عنده هاد لي طالون. حسبوك هي، يا سلام. يا سلام. ولا أول مرة كنعرفو هاد. وين كان ختنا الولد هاد النهار. وين اللي كنمشي فيها مسكين. موصل لاسونس. تقطعوا له الفرانات. السياسي الفرانات الضحك يبقى. كاملين تبارك الله عليكم. وراكم في المستوى. الله يحفظك. سي الياس كي جاك هذا النهار مع الاخوان المجموعه؟ هذه اول مره كنخرج معاهم وتبارك الله عليهم متبعيني مزيان ومتبعهم انا مزيان. حس لقات الخرجه زويونه. ان شاء الله تعاود مره اخرى ان شاء الله. ولكن تزكزنا مزيان. البارد. ما شربناش اتاي، ما شربناش اتاي هذيك اللحظه، لقينا صافي بلاجان ندير تما. الله يحفظك. تبارك الله سي رشيد وعلى الاخوان. كنشكروا المجموعه الجديده دابا اللي انضمت لينا. ان شاء الله ما يكون غير خير في المستقبل. خريجات ان شاء الله معك اخي رشيد مع الاخوان. ما تخممش. خريجات زوينه تبارك الله عليكم. محسن. شعيب. شي شعيب وانا كنت محسن. بالصحه والراحه الاخوان مستمر الخرجه. مستمر الخرجه كاملين والحمد لله اللي تجمعنا ومشينا بخير وعلى خير. ومراد معاوده ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي. ياسين. السلام عليكم يا اخوان. الخرجه تبارك الله كانت 10 على 10 معتبره. افراد المجموعه كلهم تبارك الله المجموعه مخيره. عقبال الخرجات الجايه ان شاء الله بصحتنا وراحتنا. الله يحفظك. السلام عليكم الاخوان. المهم خرجة واعرة تبارك الله مع الإخوان الجدد والحمد لله دازت خرجة ناضية واعرة إن شاء الله نتمنى ونعاودوها يلا تحياتي. دوري شيخ المجموعة شيخكم كنشكركم جميعا على هذه الخرجة هذه الرائعة بكل المقاييس بالوافد الجدد السياسيين والسي إلياس محسن خلاص قادم جديد. كنشكركم على هذه الخرجه، الخرجه كانت رائعه بكل المقاييس. والى اللقاء في خرجه اخرى ان شاء الله. والى اللقاء في خرجه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تخممش ما تخممش. الله يخليك. احباب.